الحضور الكرام، هناك مجموعة من خيرة أبناء مصر من شبابها ورجالها، هناك مجموعة من جنود مصر البواسل من جيشنا الدرع القوي لحماية هذا الوطن، ومن شرطتنا الأبية الباسلة ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن ودفاعا عنه ومن أجل نجاح ثورتي 25 يناير و 30 يونيو. تكريما وتقديرا لهم ندعوكم للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواحهم. شكرا جزيلا. نلتقي اليوم وقبلتنا جميعا هي مصر، نلتقي اليوم ورايتنا هي علم مصر، نلتقي اليوم وهدفنا هو مصر، نداء مصر هذا هو شعاره وبرنامجه وهدفه، نداء مصر الذي خرج للمشهد السياسي منذ أسابيع قليلة كان يضع مصر في قبلته، كان هدفنا هو الدفاع عن مصر وحمايتها. لا نبحث عن مكاسب شخصية بل نمد أيدينا لكل من هو مصري وطني أصيل وما أكثرهم، نمد أيدينا لرموز وطنية وقيادات تولت المسؤولية الوطنية في مرحلة من أصعب مراحل تاريخ مصر. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن نوجه الشكر لشيخ قضاة مصر القاضي الجليل المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق. لقد تولى هذا الرجل مسؤولية وزارة العدل، كان سلاحه السيف، سيف العدل والميزان في يده الأخرى، واستطاع أن يمارس دوره بكل أمانة وموضوعية وإخلاص، ورفض أن يستمر في الوزارة مع جماعة الإخوان الإرهابية. هذا الرجل وهو اليوم ينضم إلى الصفوف مع نداء مصر فهو إضافة قوية ومكسب كبير. أعتقد أن مصر تحتاج لمثل هذا الرجل، وأن عندما وجهنا له نداء مصر فلبى النداء كما اعتدنا منه دائما، فشكرا له ومرحبا به معنا في هذا اللقاء. أيضا لا ننسى الوزير المحترم القدير عبد الله غراب الذي تولى مسؤولية وزارة البترول واستطاع أن يواجه كل الأزمات بفكر مصري أصيل ويلبي كل احتياجات المواطنين المصريين. لم نشعر بأزمة في وجوده في الوزارة، واستطاع أن يؤدي دوره الوطني خير أداء، وبالتالي نحن سعداء ونعتقد وجوده في هذه المرحلة واحتياج البرلمان القادم لمثل هذا الرجل يجعل نداء مصر تتشرب بوجوده معنا. فأهلا بالوزير عبد الله غراب. ونحن نتحدث عنه، نتحدث عن الأداء الأمني، نتحدث عن رجال شرطة وأجيال تخرجت على يديه، علمهم معنى الفداء من أجل الوطن، علمهم معنى ممارسة دورهم واحترام حقوق الإنسان، علمهم أن مصر فوق الجميع. إنه اللواء أحمد جاد منصور رئيس أكاديمية الشرطة السابق، فمرحبا بك. أما حديثي عنه فمهما قلت فلن أوفيه حقه، فهو أستاذ الإعلام وأستاذ الأجيال ورجل يملك ناصية الكلام وناصية الحكمة، يتحدث عن الإعلام الذي يبني ولا يهدم، الإعلام الذي يجمع ولا يفرق. إنه الإعلام القدير الأستاذ حمدي الكنيسي، فمرحبا بك. أما عن زملائي وشركائي في هذا الائتلاف، ائتلاف نداء مصر، فمن حقهم علي وأنا متحدث إعلامي أن أوجه التحية لهم جميعا. فاسمحوا لي أن نشكر الأستاذ طارق نديم رئيس حزب الصرح وعضو المجلس الرئاسي للائتلاف، أيضا لا ننسى دور القبائل العربية
في حماية حدود مصر والدفاع عن مصر، ومد يدها مع الجيش، ودفعوا ثمناً غالياً، ولكنهم سيجنون هذا الثمن بانتصار ساحق لجيش مصر الآن في سيناء مع الشيخ علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة وعضو المجلس الرئاسي للائتلاف للأمن. أما عضو المجلس الرئاسي للائتلاف الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، رجل المبادئ والمواقف، يدافع عن مبادئه إلى أبعد حد، لا يبحث عن مصلحة إلا مصلحة مصر، ولذلك مد يده في داخل ائتلاف نداء مصر لبناء هذا الائتلاف، فشكرا له. أما الشباب، والشباب لهم في قلبي تقدير كبير، كل شباب مصر بالتأكيد لهم تقدير كبير، ونحن معنا أحد الرموز الشبابية التي لا يمكن أن نتحدث عنها دون أن نتذكر 25 يناير و 30 يونيو، فهو كان شريكا في الثورتين، هو أول من رفض من أطلقوا شعار يسقط حكم العسكر وغادر الميدان، إنه طارق زيدان. الذي حاول البعض النيل منه ولكنه لم يلتفت إلى ذلك، لأنه هدفه بناء مصر ومستقبل مصر، فهو المتحدث الرسمي باسم ائتلاف نداء مصر، فنشكره ونحييه على وجوده معنا. السادة الحضور، ائتلاف نداء مصر يأتي في مرحلة فارقة من تاريخ مصر، لا يجب أن تتمزق مصر بين صراعات حزبية ضيقة ونزاعات شخصية تقودها الأهواء، فمصر تحتاج إلى كل مصري، وبرلمان مصر نعم سيضم 540 مصريا، ولكنهم سيمثلون كل المصريين، وبالتالي ونحن نستعد لخوض انتخابات برلمان مصر نرفع شعار مصر لكل المصريين، وبرلمان مصر يمثل كل المصريين، ونخوض هذه المعركة بمبادئ ومناهج المصريين الأصلاء، بمبادئ ومناهج الفلاح والعامل والمرأة المصرية التي لها مني كل تحية وتقدير على مواقفها المشرفة ودورها الرائد في تنفيذ استحقاقات خارطة مستقبل 30 يونيو. ثقوا تماما أن ائتلاف نداء مصر لن يخذلكم ولن يخذل أي مصري يتطلع لمستقبل أفضل، يتطلع إلى نائب عصري حضاري يمارس حق الرقابة والتشريع في ظل ظرف جديد وصلاحيات دستورية خطيرة، نائب يخدم كل المصريين لا يحمل أجندة خاصة، ولكن أجندته الوطنية هي مصر وقبلته هي مصر. هذا هو النموذج الذي نسعى لتقديمه في نداء مصر، وسوف تتأكدون من ذلك، وعندما تمنحون ثقتكم لمرشح ائتلاف نداء مصر ستثق تماما أن هذه الثقة ستكون في محلها. أشكركم جميعا، ومع أولى كلمات هذا الاحتفال مع كلمة المتحدث الرسمي لائتلاف نداء مصر الشاب الوطني المصري طارق زيدان، فليتفضل. محمودنا فادي اللي كان يعني له مواقف يعني جريئة جدا في تصدي للإخوان المسلمين بدري قوي لما كله انبطح للإخوان أيام حكمهم وأيام موسي، كان محمودنا فادي الحقيقة يعني كان ليه موقف يعني مبتدئ جدا، وكان ليه وجهة نظر حتى من بداية تولي هؤلاء المجرمين حكم مصر، وتعرض تهديدات كثيرة، وأنا كنت شاهد على ذلك من في مجلس الشعب، كان من البلتاجي ومن أعضاء هذه العصابة. فبشكره على موقفه الوطني، ووجوده معنا شرف لينا واستمرار لهذا الدور الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الأفاضل رموز العمل الوطني في مصر، السادة مرشحي ائتلاف نداء مصر، السادة ممثلو الصحافة والإعلام، السادة الحضور والضيوف، اسمحوا لي باسم جميع قيادات وأعضاء ائتلاف نداء مصر أن نرحب بكم في مؤتمرنا الأول للإعلان عن الملامح الرئيسية للبرنامج الانتخابي وأسماء مرشحي الائتلاف لخوض انتخابات مجلس النواب
لنعلن بكل وضوح لجميع المصريين أننا مستعدون لحمل هذه الأمانة، أمانة المسؤولية الوطنية البرلمانية في مرحلة بنعتبرها من أخطر مراحل التاريخ المصري، في برلمان بنعتبره من أهم وأخطر برلمانات مصر منذ الحياة البرلمانية عام 1866. نؤكد للجميع أن ائتلاف نداء مصر منهجه السياسي وأهم ثوابته هي الاصطفاف الوطني لحماية مكاسب ثورتي 25 يناير و30 يونيو والسعي لتحقيقها واستكمال المسيرة الوطنية، وذلك وفاء من جانبنا لأرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل ما وصلنا إليه حتى الآن. ائتلاف نداء مصر هو يستعد لخوض هذه الانتخابات، يعلن التزامه الكامل بما ورد في دستور مصر دستور 30 يونيو، ويعاهد الجميع على احترام هذا الدستور وتطبيق مبادئه ونصوصه لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. السادة الحضور، إن ائتلاف نداء مصر وهو يضم مجموعة من الأحزاب السياسية المدنية والحركات الشبابية والنسائية ومتحدي الإعاقة ومن الرموز والشخصيات العامة المستقلة، يخوض هذه الانتخابات متسلحاً بإرادة مصرية قوية يخوضها من أجل حماية مصر من مخططات إرهابية داخلية وخارجية، يخوضها من أجل دعم قواتنا المسلحة الباسلة ومن أجل دعم شرطتنا المصرية الباسلة، نخوضها من أجل استقلال القضاء الشامخ ومن أجل حرية الصحافة وحرية الإعلام، نخوضها من أجل مشاركة شبابية واسعة ومشاركة واسعة للمرأة المصرية، لأننا نؤمن بأن برلمان بلا شباب هو برلمان بلا مستقبل. إن ائتلاف نداء مصر لديه رؤية اقتصادية واجتماعية صاغها مجموعة من عقول وخبراء مصر الوطنيين الأكفاء يشكلون الهيئة الاستشارية للائتلاف، وذلك لطرحها للمواطنين وتنطلق من المشروع الوطني الأكبر الذي يقوده السيد الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، له منا كل الاحترام والتقدير، وذلك من أجل زيادة فرص العمل والاستثمارات وتحديث الصناعة الوطنية ودعم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. فمشروعنا الاقتصادي يرسي مبادئ العدالة الاجتماعية والانحياز للفقراء ومحدود الدخل والطبقة المتوسطة. أما عن توجهنا الخارجي فنحن ندعم استقلالية القرار المصري ونتمسك بعروبتنا وانتمائنا الإفريقي، لأن أمن مصر القومي هو جزء لا يتجزأ من أمن القوم العربي وخاصة أمن الخليج العربي. وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر وبالتحية لروح جلالة الملك الراحل عبد الله خادم الحرمين الشريفين، ولا ننسى مواقفه الشجاعة والداعمة لمصر وشعبها، ولا ننسى موقف الأسرة المالكة السعودية، ونحيي الملك سلمان وننتظر منه أن يكون على ضرب الملك عبد الله. كما نؤكد أن القضية الفلسطينية هي من أولى اهتمامات مصر، ويعلن الائتلاف ترحيبه الكبير بضيف مصر الكبير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يصل مصر في زيارة تاريخية بعد غد، وذلك للتأكيد على قوة ومتانة العلاقات الروسية المصرية والتأكيد على انفتاح الرئاسة المصرية على جميع الدول وتنوع هذه العلاقات. وندعو جميع كوادرنا وشبابنا للمشاركة في الترحيب به، كما نوجه الشكر للرئيس الفرنسي على دعمه ومسانده لمصر في حربها ضد الإرهاب، وتقديم فرنسا لمصر معدات عسكرية حديثة تساعدها على حربها في الإرهاب. ويؤكد الائتلاف أن الإدارة الأمريكية عليها مراجعة موقفها تجاه استقبالها لوفد الإرهابي للإخوان المسلمين في وزارة الخارجية الأمريكية، وهي رسالة سلبية توجهها الإدارة الأمريكية للشعب المصري وللسلطة المصرية. السادة الحضور، نحن نستعد لخوض انتخابات مجلس نواب 2015، وسنطرح هذا البرنامج بكل تفاصيله في مؤتمر الأسبوع القادم سيحمله مرشحين على مقاعد الفرد والقائمة تحت عنوان مستعدون لحمل الأمانة. فبناء مصر بسواعد أبنائها وكل محاولات إضعاف وإسقاط الدولة المصرية
نؤكد أنها سوف تتحطم على صخرة تماسك ووحدة وقوة الشعب المصري، لأن مصر عندما تنادي أبنائها فلا أحد يتخلف عن النداء. كما ندعو جميع الشركاء السياسيين في الائتلافات الأخرى إلى إعلاء مصلحة الوطن والبعد عن المعارك الجانبية، ولا نسمح لأعداء مصر في الداخل أو الخارج النيل من وحدتنا وتماسكنا والمساس بتجربتنا الديمقراطية، وأن نقدم للمصريين والعالم تجربة ديمقراطية جديدة بالإقدام والتشجيع، وأن تكون المنافسة من أجل مصر وتقدمها وليس على حساب مصر. فالوطن يتسع للجميع، ومن سيفوز سيمثل جميع المصريين، وندعو الجميع لتأييد مرشحي نداء مصر. عاشت مصر وتحيا مصر، ومستعدين للحمل. الأمانة وشكرا.